بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معادنا مع لاب 12 في موضوع النود جي اس. اللابات اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا خاصة بالنود جي اس. النهاردة عايزين نتكلم عن الفيو انجنز. احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا فيو انجنز مختلفة، وان احنا ممكن نختار الايه الحاجة الانسب لينا او اللي احنا هنستريح ليها في التعامل. وشوفنا مثال بسيط كده جوه الامثلة بتاعتنا، واتكلمنا عن الجيد وتعاملنا مع الجيد. اللي انا عايز اقوله طبعا ان في فيو انجنز مختلفه، تعالوا كده نعمل مقارنه بسيطه ما بينهم ونشوف ايه الانسب بالنسبه لنا. طبعا اتعاملنا مع الجيد وشفنا ان الجيد اسلوب كتابته مختلف عن اسلوب كتابه الاتش كود الاتش تي ام ال، بس في ميزه مهمه جدا ان انا جوه منه بقدر اكتب كود جافا سكريبت بالشكل المتعارف عليه. وكمان يعني الجزئيه بتاعت ان انا بعمل لي اوت او صب لي اوت، الجزئيه دي برضو سهله جدا معايا. لكن يظل المشكله اللي بتواجهني ان هو كود مش شكل كود ال HTML اللي احنا درسناه او اللي احنا بنتعامل معه. فبدأ الناس تفكر تعمل فيو انجنز تانية يكون اسلوب الكتابة جواها مشابه لاسلوب كتابة ال HTML. فعملوا لنا حاجة مثلا اسمها الهاندل بارز. فجوه الهاندل بارز هقدر اكتب كود HTML، بس هتواجهني مشكلة. ايه هي؟ ان كتابة كود الجافا سكريبت مختلفة شوية عن كود جافا سكريبت المتعارف عليه. تعالوا نشوف كده. هنلاقي مثلا لو انا عايز اعمل فور مثلا بكتب هاش each كومنتس طبعا، وبعد كده بكتب ايه، وبعد كده بكتب بعمل اللوب بتاعتي، وفي الاخر بين قوسين بعمل ايه داش each. طبعا الشكل ده مش شكل كود جافا سكريبت اللي احنا اتعاملنا معاه قبل كده. وعندنا كمان حاجه اسمها السويب، والسويب برضو هقدر اكتب كود، هقدر اكتب كود HTML عادي جوه الكود ده. هحاول اكتب كود جافا سكريبت برضو، مش هيكون شكل كتابه كود الجافا سكريبت بالشكل المتعارف عليه. انا بس هوريكم كده بشكل سريع كده ازاي انزل السويج وازاي اتعامل معاه، وبعد كده بقى هنبدا ناخد احنا مع بعض حاجه رابعه تدمج ما بين الجيد. هناخد اكبر ميزه في الجيد ان انا اقدر اكتب كود جافا سكريبت عادي جوه الكود بتاعي، وكمان اقدر اكتب كود اتش تي ام ال عادي. كمان في حاجه رابعه اسمها الاي جي اس. فانا هفضل استعمل الاي جي اس لان هي هتدمج ما بين ميزتين. اول ميزه هقدر اكتب كود جافا سكريبت جوه كود الاتش تي ام ال بتاعي. تعالوا بس كده نشوف ازاي ننزل السويب بشكل نظري، وبعد كده نعمل خطوه خطوه ازاي ننزل الاي جي اس وازاي نتعامل معاه. اول حاجه طبعا بنعمل مشروع بالاكسبريس جنريتور، وبنبدا ننزل اللايبريز بتاعته بالام بي ام انستول، وبعد كده ببدا اقول له ام بي ام انستول الايه السويج داش داش سيف. هبدا ينزل لي الملفات بتاعه السويج، ببدا افتح الفيجوال ستوديو كود. جوه الفيجوال ستوديو كود بروح على الاب دوت جي اس، وابدا اقول له استخدم لي السويج، وبقول له ابدت الانجن بتاعي هيبقى اتش تي ام ال، وبعمل مسافه سويج دوت دوت الريندر فايل، وباجي على الاب دوت السيت واقول له الفيو انجن بتاعنا هيبقى ايه دوت اتش تي ام ال. لو رحنا عملنا الاندكس دوت اتش تي ام ال وشفنا الكود اللي مكتوب جواه، هنلاقي بنفس بكتب كود اتش تي ام ال عادي. ولو ناخد نفسنا بقى ونروح للسي ام دي ونعمل ام بي ام ستارت، روحنا للبراوزر وكتبنا، هنلاقي ظهر لنا كلمه هالو اللي هي موجوده جوه الايه الاتش 1. حلو. طيب تعالوا بقى نكتب كده بايدينا ونشوف ازاي هنستخدم الاي جي اس انجن. اول حاجه هنعملها يا جماعه، هنقفل كده بقى المشروع بتاعنا ده، وهنطلع بره، وهنيجي هنا نعمل ايه اكسبريس، وننشئ بروجكت جديد هيبقى مثلا تيست الاي جي اس. هندخل جوه منه وهنبدا نعمل ام بي ام انستول عشان ينزل لنا النود موديولز. تعالوا كمان بقى ننزل الاي جي اس، هنكتب ام بي ام انستول الاي جي اس داش داش سيف. بعدها تعالوا نفتح المشروع بتاعنا باستخدام الفيجوال ستوديو كود، ونروح على الابس. كل اللي هعمله يا جماعه ان انا هاجي هنا اب دوت سيت الفيو انجن جيد، لا نقول له بي جي اس، نعمل كنترول اس، وادخل على الفيو. خلاص بقى انا مش محتاج استعمل الفيو بتاع الجيد، فهدلك الحاجات الخاصه بيه، وحد هنا اعمل له نيو فايل هسميه index.eejs، هقول له انتر، وجوه منه هكتب كود اتش تي ام ال زي ما انا قلت، وهعمل كنترول اس
وهاجي هنا اقول له npm start انتر وهبدأ انادي على اللوكال هوست 300. شوفوا كده هيجيب لي ايه، هيجيب لي هالو. طيب يبقى احنا كده استخدمنا الايه، ال EJS engine. اللي انا عايز اعمله كمان دلوقتي يا جماعه، احنا قلنا قبل كده ان احنا عايزين نتعامل مع البوتستراب. طيب هبدا برضو اكتب كود بوتستراب من الاول، ولا ممكن يبقى عندي تمبلتس ابدا اخد التمبلت دي وابدا اضيفها للمشروع بتاعي. الحقيقه يا جماعه ان يبقى في فعلا عندي تمبلتس، وفي تمبلتس بفلوس وفي تمبلتس فري. فمن اشهر التمبلتس الفري عندنا موقع اسمه بوتستراب زيرو. ندخل على الموقع هنلاقي عندنا مجموعة كبيرة جدا من التمبلتس اللي ممكن نتعامل معها. طبعا هتختار التمبلتس اللي يعجبك يعني، وتبدأ تعمله عملية الايه، الداونلود. انا كنت عامل داونلود لوحدة فيهم. كل اللي هعمله انا هعمل لها عملية اكستراكت جوه البروجكت بتاعي اللي انا كنت عامله، اللي هو اسمه دي، اللي هو على الدي احنا مسمينه تيست اي جي اس. هقول له اوكي، هبدا ادخل على المشروع بتاعي. طبعا احنا كنا قايلين ان انا المفروض اخد سي اس اس والجي اس كنترول اكس كده واحطهم جوه الفولدر اللي اسمه بابليك، وهاخد كمان الاندكس واحطها جوه الفولدر اللي اسمه فيو. كل اللي هعمله بقى انا عايز ادلت الاندكس دوت الاي جي اس ده، واعمل رينيم لدوت الاتش تي ام ال اسميه دوت الاي جي اس واقول له يس. تعالوا كده بقى نطلع بره المشروع بتاعنا تاني، نرجع نقول له npm start ونروح نقول local 300. هنلاقي الديزاين اللي احنا نزلناه بدأ يطلع لنا قدامنا، طبعا اللي هو معمول بالبوتستراب. هيبقى فاضل لنا بقى ازاي نكتب كود الجافا سكريبت جوه ال EJS engine، وازاي نبدا نضيف الداتا بقى اللي احنا خدناها من داتابيز، وازاي نتعامل معاها، ونشوف القصه دي هنتعامل معاها مع بعض بعد كده ازاي. اشوفكم في فيديو جاي باذن الله، شكرا.